أبنائي الله يمسيكم بالخير جميعا، كل سنة وأنتم سالمين. اليوم نحن ذاهبين للقدس لأورشليم الأرضية مع يسوعنا الحلو اللي ذاهب وهو عارف إنه رايح حتى يكابد الألام الخلاصية من أجل كل واحد فينا. قديش جميل هاي الأمسيات الروحية اللي فيها الكنيسة بتنقل صلاة السحرية لهذا المساء حتى يكون حتى الأجواء تكون خشوعية، وكأنه السحر بتحول بهاي اللحظات لليوم، يعني للمساء، حتى تدخلنا الكنيسة بزمن كنسي، حتى تدريجياً تطلعنا من الزمن الأرضي وتحطنا بزمن سماوي أبدي دهري أواخري إسخاتولوجي. قديش جمال الكنيسة وهي بتأخذ أبنائها. ولما أحكي الكنيسة هو ربنا يسوع المسيح الحلو اللي بخدنا كلنا معه لأنه من أجلنا تجسد، بخدنا حتى يفرجينا قديش هو ضاق معنا وقديش هو بحس بألامنا لأنه هو مرق فيها. اليوم المسيح دخل للقدس وشاف كل الأحداث الموجودة هناك، عشان هيك هاي المدينة مدينة القدس اللي كان عارف إنه هو ذاهب إلها حتى يكابد الموت فيها، ولكن ذهب لأنه رايح للموت باختياره، أراد فذهب، أراد فصلب، أراد فمات، أراد فدفن، وأراد وقام من بين الأموات منتصراً على الموت بموته وواهباً الحياة لكل واحد فينا. هاي المحبة أبنائي اللي اليوم خلت المسيح إنه يقاوم زي بطيلة فترة زمن كراسته على الأرض، قاوم المنظومة اللي كانت موجودة في الزمن. وهي هي رسالة الكنيسة، إنها تقدر تقدم المسيح الحقيقي في كل زمن، المسيح الشاهد للحق في الأمس واليوم وإلى الأبد. هاي الحقيقة، حقيقة الإله المتجسد، هاي الحقيقة الكونية، هاي الحقيقة اللي هي مصدرها السماء، يعني معناته هي أزلية. هاي الحقيقة الكنيسة بتكون إلها شاهدة في كل عصر وفي كل زمان. وعشان هيك أبناء الكنيسة لازم يكونوا بحمل هاي المسؤولية اللي هي مسؤولية روحية تجاه العالم واضطراباته وأفكاره والطيارات الموجودة فيه. فالكنيسة دائماً من خلال أبنائها ومن خلال شهادتها تتكلم عن هاي الحقيقة السماوية. عشان هيك المسيح هو يتكلم عن هاي الحقيقة رفض، الكل اضطهده، كل مدينة كان يدخل فيها كان فيها سيستم موجود اللي هو كان مش ينتقده ولكن بمحبته يدل على الصح على الحق. عشان هيك قاوموا فكره، قاوموا تعليمه، انبهروا بالعجائب، انبهروا بأنه الخمس خبزات والسمكتين أشبعوا 5000 رجل، ولكن ما قدروا إنهم يغوصوا في جوهر تعليمه. المنظومة الدينية اللي كانت سائدة وما زالت بزمننا، إما بفكرنا الدنيوي أو بفكرنا الغربي، هاي المنظومة هي منظومة
غريبة عن الحقيقة اللي فيها في بروز لله وكأنه إله اللي بده يعاقب الكل، إنه ماسك عصاي على رأس كل واحد. بتعمل هيك يا ويلك، بقص رأسك بالخوف. حكى لهم المسيح أنا مش هيك، ولا الله هيك. بكفي تشوه صورة الله في الإنسان وفي البشرية، وما زالت بكل أسف مشوهة ليومنا. وبكل أسف في جهات ما تسمي أنفسها إنها كنائس. فأجى المسيح وحكى أنا مش هيك. عشان هيك لما أجوا بالزانية لإله حتى يرجموها، ركع حنى حاله على الأرض وسوى دائرة، وبلش كل واحد حامل حجر بلش يكتب اسمه والخطيئة اللي ارتكبها بهاي الليلة. عشان هيك الكل خاف، بلش كل واحد يرمي الحجر لأنه كشايف اسمه، شايف اسمه فلان وهيك سويت ويمحيه. مين كان يقرأ؟ كل واحد بس كان يقرأ خطيئته هو واسمه. عشان هيك الكل خاف. بعد ما خلص كل الكتابات السواحة حكى لهم مين فيكم بلا خطيئة يرجمها لهاي الزانية؟ وشو فرجة للزانية؟ فرجاها حب. حكى لها خطيتك مش هي عائق أمام محبتي الكبيرة لإلك، اللي أنا من أجلك إجيت لأدعو خطاة وزناة. شفتوا إنجيل اليوم شو حكى؟ الزناة والعشارين يسبقونكم إلى ملكوت السماوات، وإنتم المتمسكين بالشريعة والناموس تركتوا كل شيء لأنكم تركتم الجوهر ومسكتوا القشور. قديش اصطدم المسيح بكل هاي المنظومة اللي كانت سائدة، إما دينية أو اقتصادية أو سياسية، وكان دائماً يدعو الكل للخلاص. عشان هيك اليوم الكنيسة شو بتبرز لإلنا؟ بتبرز يوسف من العهد القديم. حتى إيش تحكي لنا؟ حتى تحكي لنا إنه اليوم المسيح دخل للقدس وشاف كل مكان موجود في القدس، وعشان هيك عمل صوت اللي جلد وطرد كل الباعة اللي كانوا موجودون لما حكى لهم صنعتم بيت أبي بيت لصوص. معناته اصطدم بكل فئات المجتمع الموجودة، وهذا كان يحدث في كل المدن اللي كان المسيح يذهب إلها. عشان هيك الكل كان يدفشه، روح عنا، ابعد عنا. هاد ما بيصير بزمننا. مش كتير مرات نحن مندفش المسيح ومنحكي له روح عنا، ما بدنا إياك، منا نمشي نحن حسب ما بدنا. هيك كانوا يدفشوه من مدينة لمدينة الإله المتجسد. عشان هيك طردوه من كل المدن، من كل القرى. أورشليم ما كان يحب يدخلها، لأنه إيش أكتر يحكي لها؟ يا قتلت الأنبياء وراجمة المرسلين. أكم من مرة حاولت من خلال الأنبياء اللي أرسلتهم حتى أجمعك أنت المدينة المقدسة، ولكن ماشي ما قبلتي. عشان هيك هو ذا بيتك يترك لك خراب. أبنائي حتى الحوالين المسيح ما كانوا مستوعبين. بكرة رح تسمعوا في الإنجيل، واليوم في التروبارية كمان، أم ابنا زبدة أم التلميذين شو كانوا يطلبوا؟ كانت تطلب لأولادها أعطيهم مركز، يعني ولدي الاثنين بدك تحطهم وزراء في حكومتك في مملكتك، دنيوي. عشان هيك ما بتعلموا شو بتطلبوا. حكى لها وحكى لهم للتلاميذ. شوفوا قديش المسيح كابد
حتى يخلصنا. اصطدم بكل إشي. عشان هيك المزامير اللي بنقرأها بصلاة السحر هي هاي المزامير عن المسيح اللي قديش قاوم كل هاي المنظومة حتى يقدر يوصل الحقيقة. وهيك كل إنسان بده يكون مع المسيح عليه يقدر إنه يعرف إنه المسيح كابد كل هاي الأمور. عشان هيك اليوم نحن من المسيح بنستمد طاقة، بنستمد قوة، بنستمد تعزية، وبنتعلم شيء تاني. هذا اللي عمله مع الزانية، والكنيسة أبرزت إلنا أمثلة عديدة عن التوبة في الكنيسة. قديش مهم إنه نقدر نحن بهاي الروح نتقدم نتقدم للمسيح حتى نقدر إنه نستمد منه تعزية، قوة وأمل، نأخذ منه حياة وقيامة زي ما حكى لمرثا ومريم اليوم: أنا الحياة وأنا القيامة. قديش مهم أبنائي ونحن مع المسيح في هاي الأيام المقدسة بالأسبوع العظيم كل واحد فينا يراجع نفسه ويشوف وين هو من جوهر تعليم المسيح حتى نتغير، حتى نشوف نحن أبناء الكنيسة الإكليروس والشعب قديش مسؤولياتنا كبيرة أمام الزمن اللي نحن عايشين فيه، وكيف منا نشهد للحق في زمن حقيقة بشرع الخطية والفساد بقوننه. قديش علينا إنه نستمد قوة من ربنا، من يسوعنا الحلو اللي اليوم بيبرز ذاته كختن لإلنا، وكأنه بيحكي لكل واحد: أنا بدي إياك لعلاقة أبدية معي. روحك تكون العروس وأنا العريس. هاي العلاقة اللي بدهم إيانا معنا الرب والمخلص يسوع المسيح، علاقة أبدية فيها عشق، فيها محبة، فيها تعزية، فيها رجاء، مش فيها ناموس ببعد أخلاقي اللي بتعمل هيك بصير فيك هيك، ولكن فيها محبة، وهي المحبة بتنعكس على علاقتنا مع بعضنا البعض. كيف منا نتعلم إنه نسامح ونغفر ونحب أكتر، وبالأخص المقربين لإلنا. قديش النزاعات بتكتر في زمننا في العائلات، قديش الخلافات الزوجية. اليوم الكنيسة ببداية الأسبوع العظيم بتدعي الأزواج الحديثين اللي صار لهم سنة وسنتين يراجعوا أنفسهم ويشوفوا كيف هم علاقتهم مع بعضهم البعض. هل علاقتهم فيها المسيح؟ في بيوتنا موجود المسيح بروحه، بتعليمه، بفكره، لأنه مات حتى يسلمنا هاي التعاليم الخلاصية. هل هي موجودة في بيوتنا؟ هل هي موجودة في ضمائرنا؟ في كنائسنا؟ حتى في كنائسنا نحن مرات كتير بنكون مجتمع منغلق على ذاته، ما بده الآخر، ما بده ينفتح للآخر. في عنا كبرياء، غرور، وكأنه نحن الصح وكل التانيين خطأ. ما عنا مقدر إنه نقبل التاني، نحتوي التاني، نحب التاني. وكتير مرات منكون حاجز أمام مجيء الآخر للمسيح نحن الموجودين في الكنائس. عشان هيك قديش مهم نتغير، يكون في عنا فكر: شوفوا المسيح زاني يجبوها الساعة 5 حتى يرجموها بموجب الشريعة، شو عمل فيهم؟ هذا الإشي دايما لازم يكون قدامنا، لازم يكون قدامنا. ما بتقدر حد ترفضه اللي المسيح أجا من أجله: لم أأتي لأدعو صديقين بل خطاة إلى التوبة. هاي كنيسته. عشان هيك قديش مهم هذا الدور نحن كمان نقوم فيه مع بعضنا البعض في كنيسة البيت كمان، إنه نقدر إنه نفعل نظام تربوي لأولادنا اللي فيه روح تعاليم الإنجيل وفيه روح تعاليم الرب والمخلص يسوع المسيح.
أبنائي، ربنا بشفاعة أمنا الفائقة القداسة يعطي كل واحد فينا من مكانه، من وين مكان خدمته، من وين مكان عمله، من وين مكان اللي الله سمح أن يكون فيه، إنه يؤدي الأداء الحسن، يعطي شهادة حقيقية، والله يتمجد بكل واحد فينا بحسب المكان اللي هو موجود فيه. هيك بيكون له المجد الكرامة والسجود لأبد الآبدين. أمين.